بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله في مدرسة تطوير إلكترونية ومع درس جديد للصف الأول المتوسط لمادة رياضيات الفصل الدراسي الثاني. عنوان درسنا لهذا اليوم بإذن الله سيكون عن المخططات والمساحة السطحية من إعداد الأستاذ نايف البطاح، ومعكم من التقديم الأستاذ أسامة أذياب. لنبدأ على بركة الله هذا الدرس. عناصر هذا الدرس بإذن الله ستكون عن المخططات والمساحة السطحية. سوف نعرف سويا ما هي المخططات وماذا تعني المساحة السطحية. تمهيد: افترض أنك قصصت صندوقا مصنوعا من ورق مقوى على طول أحرفه، ثم فتحته وفردته بشكل مسطح. لاحظوا هنا، هذا صندوق مصنوع من الورق، قصصناه ثم فتحناه وفردناه بشكل مسطح. إن الناتج في هذه الحالة شكل مركب يسمى مخطط، ويساعد المخطط على رؤية المناطق والوجوه التي يتكون منها سطح الصندوق. الآن إذا أردنا أن نعرف الوجوه والأسطح بشكل مفصل وبشكل أكثر دقة، نستعمل هذه الطريقة أو نستعمل المخطط لإيجاد كل شيء دقيق داخل هذا الصندوق. نشاط: يجب أن تقوم بهذا النشاط لتتعلم أكثر أو تفهم أكثر ماذا تعني المخططات. يقول: الخطوة الأولى، ضع الصندوق في منتصف قطعة كبيرة من الورق المقوى كما هو مبين في الشكل، وارسم حدود قاعدة الصندوق. الخطوة الأخرى، دحرج الصندوق إلى أحدى جانبيه، وارسم الشكل الذي رسمته في الخطوة الأولى بالجزء السفلي. ارسم وسم كل جانب من جوانب الصندوق بالإضافة إلى الجزء العلوي بالطريقة نفسها كما هو مبين في الشكل. لاحظوا هنا، دحرجنا الصندوق إلى أحدى جوانبه وسمينا كل شكل من الأشكال التي تحوي هذا الصندوق، حتى الجزء السفلي أيضا سميناه كما في هذا الشكل. الخطوة الثالثة، قص الشكل المركب الناتج. الآن هذا الشكل الناتج من الصندوق قصصناه فخرجنا بهذه النتيجة. لاحظوا، هذا جانب من الجوانب، أربع جوانب، هنا الجزء السفلي وهنا الجزء العلوي لهذا المكعب. سوف نقوم الآن بتحليل الناتج. واحد، لاحظوا أنه يتكون المخطط الوارد في النشاط السابق من مستطيلات، يريد أن يعرف ما هو عددها. ما هو عدد هذه المستطيلات؟ 1، 2، 3، 4، 4 جوانب وجزء سفلي وجزء علوي، فسيكون المخطط كاملا. أحسنتم. 2، وضح كيف يمكن إيجاد المساحة الكلية لهذه المستطيلات. كيف نوجد المساحة الكلية لهذه المستطيلات؟ نوجد كل، لاحظوا، أوجد مجموع مساحات المستطيلات، نوجد مجموع المساحات. إذن سوف نقوم بإيجاد مساحة الجانب الأول، ثم نقوم بإيجاد مساحة الجانب الآخر، وهكذا حتى نوجد جميع نواتج مساحات
المستطيلات ثم نقوم بجمعها لإيجاد المساحة الكلية لهذه المستطيلات. ملاحظة هامة: مساحة سطح متوازي المستطيلات هي المساحة الكلية للمخطط. إذن مساحة شكل متوازي أو مساحة سطح متوازي المستطيلات هي المساحة الكلية للمخطط. يقول أيضا: يمكن حساب مساحة سطح متوازي المستطيلات أدنى باستعمال الطول ويرمز للطول لام، والعرض ويرمز للعرض ضاد، والارتفاع ويرمز له بالرمز عين. إذن مساحة هذا السطح لام ضاد زائد لام ضاد زائد لام ضاد أو ضاد عين زائد ضاد عين زائد لام عين زائد لام عين. في هذه الطريقة نوجد جميع مساحة هذه أو هذا المتوازي الذي أمامنا باستخدام الطول لام والعرض ضاد والارتفاع عين. الآن ارسم مخططا لكل شكل فيما يلي واحسب مساحة هذا المخطط. لاحظوا هنا متوازي الأضلاع يقول أن الطول هنا 5 متر، العرض 4 متر، والارتفاع 6 متر. كما قلنا في الملاحظة السابقة يجب أن نوجد مساحة جميع المستطيلات التي تحوي هذا المتوازي لنقوم بذلك. أولا استعملنا هذه الطريقة لنفرد الشكل. مساحة المخطط كما قلنا الطول في العرض زائد الطول في العرض زائد العرض في الارتفاع زائد العرض في الارتفاع زائد الطول في الارتفاع زائد الطول في الارتفاع كما هو مقسم لدينا هنا. الآن نقوم بالتعويض: هنا الطول 5 والعرض 4، هنا الطول 4 والعرض 6، هنا العرض 5 والارتفاع 6. بعد أن نقوم بعملية الضرب سوف نلاحظ أن الناتج النهائي سوف يكون 148 متر مربع. هذه مجموع مساحات المستطيلات الموجودة في هذا المستطيل أو هذا المتوازي. ننتقل إلى مثال آخر يقول: ارسم مخططا لكل شكل فيما يلي واحسب مساحة هذا المخطط. نقوم بفرد المخطط لنعرف ماذا يحتوي هذا المخطط من أشكال. لاحظوا مساحة المخطط سوف تكون الطول في العرض، الطول في العرض مرة أخرى، العرض في الارتفاع، والعرض أيضا في الارتفاع، والطول في الارتفاع، والطول في الارتفاع. سوف نقوم باستخدام جميع أجزاء هذا المستطيل. بعد التعويض سوف نلاحظ أنه سيساوي 92 سنتيمتر مربع. 92 سنتيمتر مربع. إذن قمنا بإيجاد مساحة كل مستطيل ثم قمنا بجمع هذه المستطيلات أو جميع المساحات لنوجد المساحة الكلية لمتوازي الأضلاع. سؤال آخر: ارسم مخططا لكل شكل فيما يلي. لاحظوا رسمنا المخطط للهرم الثلاثي وهذا الشكل. قمنا برسم
المخطط للهرم الرباعي. نقوم بهذه العمليات مثل ما قمنا بالعملية الأولى على متوازي المستطيلات بنفس الطريقة. وضح كيف يختلف مخطط الهرم الثلاثي عن مخطط الهرم الرباعي. ما هو الفرق بين المخطط الأول للهرم الثلاثي والمخطط الثاني للهرم الرباعي؟ لاحظوا هذا المخطط الثلاثي وهذا المخطط الرباعي، ويقول أن مخطط الهرم الرباعي يتكون من 5 أشكال هي 4 مثلثات ومربع. لاحظوا هنا يتكون من كم شكل؟ يتكون هنا الرباعي من 5 أشكال. أحسنتم، القاعدة تختلف القاعدة بينهما. هنا قاعدة الرباعي قاعدة مربعة، أما قاعدة الثلاثي أو المنشور أو الهرم الثلاثي قاعدته مثلث. أحسنتم، إذن فإن الشكل الأول الهرم الرباعي يتكون من 5 أشكال، 4 منهم مثلثات وواحد منهم مربع. أما الهرم الثلاثي يتكون فقط من 4 أشكال جميعها مثلثة. صنف كيف يمكنك حساب مساحة سطح الهرم الثلاثي. كيف يمكن حساب الهرم الثلاثي؟ يقول احسب مساحة أحد الأوجه المثلثية ثم اضرب الناتج في 3 لأن الأوجه متطابقة، ثم احسب مساحة القاعدة المثلثية الشكل واجمعها مع مساحة الأوجه المثلثية. إذا كيف نوجد مساحة سطح هذا الهرم الثلاثي؟ نوجد مساحة سطح أحد الأوجه، مساحة أحد الأوجه، ونضربها في 3 لأن الـ3 أوجه جميعها متطابقة. ثم نحسب مساحة القاعدة المثلثية ونقوم بجمعها مع مساحة الأوجه. بهذه الطريقة نستطيع إيجاد مساحة سطح الهرم الثلاثي. ملخص هذا الدرس: استعملنا في هذا الدرس المخططات لحساب مساحة سطح متوازي المستطيلات. مساحة سطح متوازي المستطيلات دائما هي المساحة الكلية للمخطط، ويمكننا حساب مساحة سطح متوازي المستطيلات أدناه باستعمال الطول والعرض والارتفاع. وبهذه الطريقة استعملنا الطول والعرض والارتفاع لإيجاد مساحة متوازي المستطيلات. إذن نوجد مساحة كل وجه من الوجوه ثم نقوم بجمعهم لنحصل على مساحة السطح. أما بالنسبة للهرم الثلاثي والهرم الرباعي فنقوم كيف نقوم بحساب مساحة الهرم؟ نقوم أولا كما قلنا بإيجاد مساحة أحد الوجوه ثم نضربها في 3 لأن الوجوه فقط هي التي هي متطابقة بينهما، ولكن القاعدة لا تطابق الوجوه. نقوم بإيجاد مساحة القاعدة مثلثة الشكل لوحدها ثم نقوم بجمعها مع الأوجه أو مساحة الأوجه التي استخرجناها. إلى هنا وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم. أسأل الله أن أكون قد وفقت في عرض هذا الدرس وأن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم.